مهند اللي موجود. مهند هلا حبيب. احنا في موسم القيض. ايوه. شو اللي نصايح نقدمها لزبايننا في بن حمودة؟ والله الحرارة جميلة ما شاء الله. كم درجة حرارة الحين؟ هو لما يقول لك في درجة الحرارة وصلت 45 ده يبقى كويس جدا الحمد لله. ان شاء الله تبقى اقل ان شاء الله قريب. اهم حاجة ان احنا في حاجات ما نسيبهاش في السيارة ابدا، عشان طبعا احنا عارفين دي فيها مخاطرة كتير. اول شيء ما نسيبوش في السيارة باور بانك، لو هتسيبه في السيارة في الحرارة دي. طبعا لو عندك شمسية، احنا بندي لك الشمسيات والله من عندنا، لو عندك شمسية حطها وما تسيبش اي حاجة ممكن يحصل لها اي عطلة او انفجار. اوكي اوكي تمام. عندك الباور بانك. سيجارة الاول باور بانك. الناس بتسيب الباور بانك وتنساه طبعا. في عندك شيء تاني مهم جدا وكل الناس بتسيبه في السيارات، طبعا المعطر ما تسيبوش في السياره طبعا. كل الحاجات دي قابله للاشتعال. مع الاسف في ناس بتسيب الفيب في السيارات تمام، الولاعه. مع الاسف الناس بتسيب الولاعات في السيارات. حافظوا على سلامتكم وسلامه اهاليكم وربنا يحفظكم دايما. معاكم مهند من بن حموده للسيارات، ودي نصايح الصيفيه، واهلا بكم. لا تنسون الجو حار، واحنا في بن حموده نتمنى لكم السلامه. وفي نصيحه صغيره ان نزلون الجامعة شوي عشان تعدل درجة الحرارة الداخلية. وأهلا بكم 050 516 3525. أهلا بكم مع مهند من حمودة للسيارات.